مرحبا، إن شاء الله تكون بخير وبصحة وسلامة. اليوم الفيديو حيكون على علاقة الأنثى المقدسة بنظيرتها الطاقية الذكورة المقدسة، وعلاقة الأنثى المقدسة مع الذكورة غير المتوازنة، وآخر شيء راح أحكي عن علاقة الأنثى الغير متوازنة مع الذكورة غير المتوازنة عند الإنسان. يعني الفيديو هذا حيكون 3 أجزاء. زي ما عرفنا بالفيديو السابق صفات الأنثى المقدسة، وقبل ما أحكي عن علاقتها بالذكورة المقدسة راح أحكي صفات الذكورة المقدسة، بعدين أنتقل للعلاقة بينهم. الذكورة المقدسة تتمثل بالمنطق، التركيز، المرونة، الانضباط، التحليل، تحمل المسؤولية، الشجاعة، العطاء، الثقة، الدعم، الثبات والاستقرار، الحماية، الوضوح، وضع الحدود، القدرة، اليقين، الحزم، الإسقاط، والنشاط. العلاقة بين الأنثى المقدسة والذكورة المقدسة علاقة تكاملية، الضدين بيجتمعوا لكن بتكامل. راح أعطي أمثلة فقط لأن الأمثلة كتير حتكون، برضه عشان الوقت يسعفنا نحكي عن الأمور التانية. يعني كل جزء راح أعطي أمثلة فقط مش بشكل شامل. مثلا عند القرارات، لما بتجتمع الذكورة المقدسة والأنوثة المقدسة يكون القرار صائب. كيف؟ بالجمع بين الحدس والمنطق، بالسماع لقلبك وعقلك بنفس الوقت. لما الذكورة المقدسة تعطي الحب، الأنثى المقدسة شو؟ ما بتصده، تستقبله لهذا الحب. ولما يجتمع اليقين، صفة اليقين أو حالة اليقين اللي هي ذكورة مقدسة، مع التسليم اللي هو صفة أنوثة مقدسة، بيكون القلب مرتاح البال. ولما الذكورة المقدسة بتدعم، تقدم الدعم، الأنثى المقدسة تحتضن هذا الدعم، بتكون بحالة سكينة وطمأنينة. ولما يكون في تفهم من الأنثى المقدسة، بكون عند الذكورة المقدسة شو؟ ثقة. ولما تجتمع الرحمة والحنان من الأنثى المقدسة، بكون عند الذكورة المقدسة الشجاعة. طبعا هاي أمثلة كصفات، هلأ من الحياة اليومية أنتوا بتقدروا تلاحظوها، طبقوها، تشوفوا كيف. يعني راقبوا حالكم،
لما تكون هاي الصفات العموم. برضو ابحثوا من جوجل أكتر الصفات الأشمل كمان، لأن في كتير صفات للأنوثة المقدسة والذكورة المقدسة عند الإنسان. هلا راح أنتقل للعلاقة بين الأنثى المقدسة والذكورة غير المتوازنة، اللي حيكون فيها بهاي الحالة صدام، لكن صدام واختلال خفيف، يعني بسهولة التوازن بيرجع بقليل من الحكمة والصبر. مثلا لما تكون الذكورة غير المتوازنة بحالة تجنب وتجاهل، الأنوثة المقدسة بيكون عندها تفهم وحب غير مشروط. لما بتكون الذكورة غير المتوازنة غير داعمة، دور الأنثى المقدسة أو الأنوثة المقدسة إنها تدخل بحالة تسليم وانسياب، عبين ما الذكورة الغير متوازنة ترجع لتوازنها. برضو كمان الذكورة الغير متوازنة لما بتصير بتكون عدوانية، الأنوثة المقدسة كيف تتصرف؟ إنها بتدخل بحالة سكون وسكينة وترابط. لما بتنتقد الذكورة الغير متوازنة، يعني بتوجه انتقاد، الأنوثة المقدسة تتقبل وتشعر بالاستحقاق لنفسها. لما الذكورة غير المتوازنة تكون مسيطرة مثلا، هون دور الأنوثة المقدسة بمواجهة نظرتها الطاقية إنها تكون، يعني إنها تواجه نظرتها الطاقية، تواجهها لكن تواجهها بكل قوة وحب. أوكي، يعني توقف قدامها. نو ستوب. هلا الجزء الثالث راح انتقل للصدام العنيف اللي بيكون بين الأنوثة غير المتوازنة والذكورة غير المتوازنة، وهون راح تصير حرب شعواء، الطرفين أو الطاقتين بيكونوا خسرانين فيه. لما تشعر، برضو راح أعطي أمثلة، يعني كل جزء إذا لاحظته أمثلة عليه كصفات. لما تشعر الأنوثة الغير متوازنة بأنها ضحية، والذكورة غير المتوازنة تكون متسلطة وسيادية، بيصير دمار شامل. أبدا، حرب شعواء ودمار على الجهتين. الذكورة غير المتوازنة لما بتكون عدوانية، الأنوثة غير المتوازنة تكون حساسة جدا وضعيفة، بيؤدي هالشي للتحكم وعدم الشعور بالأمان. ولما بتكون الأنثى غير المتوازنة شعرة بالغيرة الشديدة، الذكورة غير المتوازنة تدخل حالة تجنب وعدم دعم. خلاص، الغيرة غير شديدة أو حتى الشك،
فبصير نفور من الذكورة غير المتوازنة. طبعا الطاقات الذكورة والأنوثة نفس الإنسان أو بين يعني بين طرفين، إذا كان مثلا أنوثة مقدسة وشريكها، أو مثلا يعني الطرف الآخر بالعلاقة أيا كان، كان ذكر أو أنثى، يعني ممكن يكون أصدقاء أو من العائلة أو شريكها أو زوجها أو زوجته. ومقابل الذكورة، مقابل يعني الطرف الثاني ذكورة مقدسة، يعني خليني برضو أرجع أوضح هاي الشغلة، إنه الذكورة المقدسة اللي هاي الصدمات أو اللي حكيتها، الصدام اللي هو بالجزء الثالث والصدام الخفيف بالجزء الثاني. برضو شوي ضعت. المهم إنه العلاقة بين الذكورة والأنوثة نفس الإنسان أو بين الإنسان، بين يعني الشخص والطرف الآخر، بين طرف والطرف الآخر بالعلاقة، يعني علاقة فردية وعلاقة one to one. إن شاء الله تكون وصلت الصورة ووضحت. وطبعا الأمثلة اللي حكيتها بالطول وبالطول، يعني لو بدي أتعمق أكثر رح أقعد أيام. فأنا حكيت يعني حاولت إنه أعطي أمثلة بسيطة، وعشان تتوازنوا بين هدول الطاقتين بنصحكم ترجعوا لتأمل الذكورة والأنوثة بقناتي، وإن شاء الله يفيدكم، لأنه التوازن أساس كل شيء، وإذا اختل هذا التوازن الأمور راح تضطرب وتتعاكس، وكل طاقة راح تكون بجهة، والمرض راح يستفحل بالإنسان إذا كان طاقته الذكورية والأنثوية مختلة أو مضطربة أو غير متوازنة. برضه راح تختل علاقاته بالآخرين ويصير منعزل ومنطوي على ذاته. برضو بنهاية هذا الفيديو إنه بدعوكم لأنه ترجعوا لبرضو فيديو الإعلان عن جلسة الريكي المجانية. أنا ملاحظة أنه ما حدا علق، فأنا يعني راح أقدم جلسة ريكي مجانية، علاج بالطاقة مجاني للي بيعلق على الفيديو اللي موجود بقناتي اللي حطيته تقريبا الأسبوع الجاي، إلا الأسبوع الماضي. الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي لسه بالمستقبل. الأسبوع الماضي وبستني تعليقاتكم. يلا فرصة هاي إلكم عشان علاج بالطاقة. إن شاء الله تكونوا استفدتم من فيديو اليوم. بإذن الله الفيديو القادم رح يكون عن الطاقات الأنثوية والذكورية بالأرض وبالكون، رح نتوسع يعني. بتمنى لكم نهار سعيد أو ليلة سعيدة، يعطيكم ألف عافية، تصبحوا على خير بتوقيتي.